والابن والروح القدس إله واحد أمين. رئيس الحياة ربنا يسوع المسيح الخروف القائم كأنه مذبوح اللي أحبنا. مهم أول الآيات دي تبقى صبغة ذهننا، تبقى محفورة في قلبنا، اللي أحبنا، اللي غسلنا من خطايانا بدمه، جعلنا ملوك وكهنة لله أبيه، اللي دائم الحضور في وسطينا بمجد أبيه وروح قدسه زي ما بنقول في الألحان بتاعتنا، ليباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، اللي من فرط محبته لينا بيقدم ذاته لينا على المذبح كل يوم خبز مكسور، جسد حقيقي ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين، عشان يوحدني بيه، عشان يصيرنا جسدا واحدا وروحا واحدا، لنجد نصيب وميراث مع جميع القديسين الذين أرضوه منذ البدء. يفتح ذهننا ويفتح بصيرتنا، ينير كياننا الداخلي، نعرف ازاي ننصت بخوف الله أمين، نعرف كيف نستقبل كلمة الله في قلوبنا، نعرف كيف نتذوق الكلمة، نحفظها في قلب جيد، نوعيها في قلبنا زي ما قال الرب لحزقيال، علشان الكلمة تثمر فينا 30 و60 و100. كلام الحلو اللي بيقدمه لنا الروح القدس، اللي بتقدمه لنا الكنيسة في الأحد الرابع من شهر بابا المبارك. الأحد الرابع ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة، وهم داخليه على باب مدينة نايين. بس مش عايز أقرأ الإنجيل لوحده، عايز أقرأ إنجيل القداس مع إنجيل العشية مع إنجيل باكر مع مزمور العشية مع مزمور باكر مع مزمور الإنجيل مع البولس مع الكاثوليكون مع الإبراكسيس. أبقى واخد لبالي كويس قوي إن قراءات الأحاد دايما تدور حوالين عمل الرب المجد يسوع الخلاصي لأجل شفائي، لأجل قيامتي، لأجل استنارتي، لأجل تحريري من سلطان إبليس، زي ما أخذنا في الأحد الثالث المجنون الأعمى الأخرس. ففي الـ في الـ في الـ في قراءات الأحد الرابع من شهر بابا نلاقي رب المجد يسوع بيعلن عن شخصه. بس مهم قوي بيعلن عن شخصه لمين؟ خلي بالك بقى، في انجيل باكر دايما الرب يسوع بيعلن عن نفسه في القيامه، عشان كده الاناجيل الاربعه بتاعت احد بابا كلها القيامه. في الاحد الرابع من شهر بابا إنجيل باكر بيقدم لنا الرب بيعلن نفسه لمريم المجدلية. اشمعنى مريم المجدلية عند القبر؟ اشمعنى مريم المجدلية اللي وقفت وأصرت إنها مش هتمشي؟ في اتنين تلاميذ استعانت بيهم بطرس ويوحنا وجو وقفوا معاها وبعدين مشيوا، هي تمسكت ووقفت، عندها إصرار إنها تقف قدام الرب، عندها إصرار إنها مش هتمشي، زي إصرار يعقوب قديما في صراعه مع الإنسان اللي صارعه حتى مطلع الفجر، قال له لن أطلقك إن لم تباركني. علشان كده المريم المجدلية، مريم المجدلية دي وقفت وبعدين يقول الروح القدس عنها إنها انحنت إلى القبر. التعبير السطحي يعني بصت للقبر كده، لكن اللي بيدي فرصة للروح القدس يقوده انحنت للقبر، يعني نزلت 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 لما اختبرت الموت، وهي واقفة اختبرت الموت، فالرب أعلن لها عن شخصه. كل ما تقف في محضر الثالوث القدوس وتعلن وتنحني تنحني 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 وتختبر الموت وتقول له فإني قد تزللت جدا، يعلن عن شخصه الرب يسوع القائم من بين الأموات. بتعرف تقف في محضر الله تعمل كده ولا لا؟ في ناس تقف طياري كده، لكن في واحد يقف وينحني
ويصرخ يقول له استجب لي عاجلا فقد فنيت روحي، لا تحجب وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب، استجب لي عاجلا فقد فنيت روحي فإني قد تزللت جدا. يعلن لي عن، يعلن لي الرب عن شخص. عشان كده في إنجيل باكر الرب يعلن نفسه لمريم المجدلية اللي انحنت إلى القبر. في إنجيل العشية الرب يعلن عن نفسه لخاصته. مين دولة اللي في السفينة معذبة من الأمواج والريح مضادة، وقعدوا يجدفوا وقعدوا يجدفوا الريح مضادة، ويقولوا جدف معايا يوحنا، ويوحنا يقول له جدف معايا يا بطرس، وواحد منهم يقول له ما تيجي نستسلم للريح هنرجع، يقول له مستحيل الرب قال لنا لازم نعدي، فبيقاوموا الريح. الرب يجي لخاصته اللي بتجدف، اللي بتقاوم الريح، اللي بتقاوم النجاسة، اللي بتقاوم الخوف، اللي بتقاوم الخيالات بتاعة إبليس، اللي بتقاوم الانقسام، اللي بتقاوم التحزب. يعلن عن شخصه ليها، يقول لهم تشجعوا أنا هو لا تخافوا. إنجيل العشية. في إنجيل للقداس بقى الرب يعلن عن نفسه رئيس الحياة للأرملة اللي بتنوح على ابنها الوحيد الشاب اللي في النعش، بتبكي وجموع كثيرة بتبكي. الروح القدس يقول عن الرب يسوع لما رآها تبكي تحنن، تحنن عليها، حالتها تحنن قلب ربنا. عشان كده يا عزيزي الرب يعلن عن شخصه لما يلاقيك في حالة الأرملة اللي بتبكي، اللي حزينة، اللي ابنها الوحيد فقد، اللي ابنها الشاب. الرب يعلن عن نفسه لمريم المجدلية المنحنية. الرب يعلن عن نفسه لخاصته اللي بتجدف في السفينة. الرب يعلن نفسه لبطرس اللي الريح اشتدت عليه فرح سقط في المية، احن يا رب يسوع صرخ. الرب مسكه وقال له ليه بس كده، انت كنت ماشي كويس، يا قليل الإيمان ليه شكك، اقف وطلعه تاني على الله. يعني نفسه لخاصة لإيه؟ للمرأة الوحيد ابنها الوحيد الأرملة اللي ابنها الوحيد اتوفى. قول يا رب أنا محتاج تعلن لي عن شخصك، ما أنا ولدك والريح مضادة وأنا مش قادر أجدف، خلاص تزللت جدا، وصلت لمستوى. مهم جدا نعرف إنه الرب إمتى يتدخل، إمتى يعلن عن نفسه، لما الإنسان يوصل لأنه يعلن كامل فشله وعجزه، ليظهر إن فضل القوة لله ليس مننا. يا رب اديني نعمة أقول لك أنا من قلبي من قلبي إنه ارحمني فإن عظامي انسحقت ونفسي انزعجت، ما عنديش إمكانيات. والراجل بتاع العهد القديم الملك قال له ليس في ذا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، لكن نحوك أعيننا. سمع الصوت بيقول له الحرب ليست لكم بل للرب، والرب هيحارب عنكم. عشان كده مهم جدا وانت بتقرا تنتبه كويس قوي قوي اللي ان في تدخل بس في الهزيعة الاخير. عشان كده يقول الروح القدس في العهد القديم طوبى لجميع منتظروه، ويقول المرنم انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي، ثبت رجلي على صخرة وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبحة لإلهنا. ويقول في المزمور الأول من مزامير النوم يقول له من محرس الصبح المحرس الليل، من محرس الصبح المحرس الليل فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه وهو يفتدي الشعوب من كل الأثام. عندك استعداد تنتظر الرب؟ يقول منتظروا الرب، مفروض نبقى حافظين منتظروا الرب لا يخزون، منتظروا الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. إيه ده؟ مجد
لا أخزى لأن عليك توكلت. اللي هينتظر الرب بإيمان ويقين يقول إيه؟ يقول إيه الرب؟ بصبركم تقتنون أنفسكم. واللي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فينا ناس كتير كده ما عندهاش الصبر، ما عندهاش قوة للانتظار، تفشل. لكن الرب الذي يعلن عن نفسه، يعلن عن نفسه في الهزيع الأخير، ليه قدرة للانتظار. الرب افتقد سارة لما وصلت إلى المستوى اللي فيه العقل والعلم وكله، مستحيل الست دي تجيب ولد، هي وزوجها إبراهيم مش ممكن. من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين وسمت ابنها إسحاق؟ إسحاق يعني ضحك. كل من يرى سارة وشها مكرمش كده وكن سنها كبير قوي وهي بتورضع نونو يضحك. أدعم الرب يعمل اندهاش. قانون الهزيعة الأخير ده رائع. إيه المطلوب مني؟ إيه المطلوب مني؟ هو الرب بيعلن عن شخصه كده بالمجد ده. إيه المطلوب مني؟ خلي بالك بقى في البولس، في البولس يقول أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح. أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى يوم ربنا يسوع المسيح. بتحفظ الوصية؟ بتردديها في قلبك كويس؟ بتحفظ الوصية؟ بتردديها في قلبك كويس؟ بتكلمي بيها أولادك في البيت؟ بتكلم بيها أولادك في البيت؟ الكلمة دي، الوصية دي صبغة ذهنك. امتى تبقى كده؟ هذا المطلوب منك علشان الرب يعلن لينا شخصه في الهزيع الأخير ويقيمني من الموت بتاع الابن الأرملة. احفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح. احفظ الوصية بلا دنس. احفظ 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 الوصية بلا دنس ولا لوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح. في الكاثوليكون امتداد لنفس الكلام يقول اصبروا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن ظهور الرب قد اقترب. الهزيع الأخير قد اقترب. اصبروا أنتم بصبركم تقتنون أنفسكم. اصبروا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن ظهور الرب عظيم. علشان كده بقى إيه؟ عايزك تنفتح بقى، عايزك تنفتح بقى على مزمور الإنجيل بتاع القداس. إيه مزمور الإنجيل بتاع القداس؟ إيه مزمور الإنجيل بتاع القداس؟ يقول شاكرين لك إلى الظهر من جيل إلى جيل. شاكرين ليك إلى من إلى إيه؟ إلى الظهر من جيل إلى جيل. شاكرين ليك على إيه؟ على إقامتك ليا، على إنك أظهرت ليا ذاتك عند القبر لمريم المجدلية، على إنك انتشلتني من الغرق لبطرس، على إنك أقمت ابني اللي في النعش فجلس الميت وابتدأ يتكلم ودفعه إلى أمه فبهت الجميع. إيه ده؟ شاكرين ليك إلى الظهر. بتقدم شكر لربنا على عمله العظيم اللي أكمله على الصليب لأجلك. بتقدم شكر للرب اللي يقول المرنم خلص نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلل أرضي الرب أمامه في قورة الأحياء. شاكرين لك إلى الظهر من جيل إلى جيل لأننا نحن شعبك، لأننا نحن شعبك وغنم رعيتك. يا رب الكلام ده يتثبت في أذهاننا كويس. يا رب أدرك أن الرب جاي من السماء وقبل بتجسده وموته على الصليب أن يعلن لي عن ذاته ويفرحني بعمله الخلاصي وعمل قيامته. بس عايزني أنا بقى أحفظ الوصية بلا دنس إلى يوم ظهور ربنا يسوع وأصبر وأثبت قلوبنا لأن ظهور الرب
قد اقترب، شاكرين لك إلى الظهر. الله يعطينا نعمة لتكون هذه الكلمات ثابتة وراسخة في قلوبنا، نرددها في أعماقنا، صبغ أذهاننا، لتكون مصدر تعزية ومصدر قيامة لنا لإلهنا كل السجود وكل الكرامة في كنيسة المقدسة إلى أبد الدهور كلها. آمين.